بهذه الاخبار اهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، تناول فيه بحث عدد من اوجه التعاون المشترك فيما بين البلدين. وقد اشاد الرئيس القبرصي بتميز العلاقات المصريه القبرصيه وما تشهده من تطورات ايجابيه على مدار السنوات الماضيه، واعرب عن تطلع بلاده للاستمرار في فتح افاق جديده للتعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الدور المهم الذي يقوم به الإعلام في تشكيل الوعي الحقيقي للشعوب العربية. وخلال استقباله لوزراء الإعلام العرب، أشار الرئيس إلى الدور المحوري للإعلام في مواجهة الوعي الزائف الذي تعمل على تشكيله القوى الراعية للإرهاب. أكد الرئيس على عدم تراجع مصر على موقفها الرافض لدعم الإرهاب وتمويله. اختار مجلس وزراء الإعلام العرب بغداد عاصمة للإعلام العربي لعام 2018 في دورته 48 بالجامعة العربية. كان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد أكد أن بعض المنابر الإعلامية قامت بنشر الفتن وزيادة حدة الصراع القائم في المنطقة بدلا من أن تكون منصات لنشر ثقافة المستقبل. وأكد وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد أنه لا يمكن أن تنجح جهود مكافحة الإرهاب وبينهم من يدعو مستشهدا بقناة الجزيرة ودورها في زرع الفتن ودعم الإرهاب بالمنطقة. يواصل وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب اجتماعهم الذي دعا له وزير خارجية السعودية عادل الجوبير في مدينة جدة لبحث الأزمة مع الحكومة القطرية تنظيم الحمدين. يشارك في هذا الاجتماع وزير خارجية الأمريكية ريكس تيلرسون. وقد أفادت مصادر أن وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء يشارك أيضا في ذلك الاجتماع. استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث رفح الأخير. في الاجتماع وافق مجلس الوزراء على إنشاء مدينة المنصورة الجديدة للمساعدة في التوسع بإنشاء المجتمعات العمرانية في المحافظات كافة. يعد إنشاء مدينة المنصورة الجديدة ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية بإنشاء مدن في محافظات مصر كافة. أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الاتفاق ما بين كل من شركة سي إن إي وهي الشركة المصرية للقنوات الفضائية وشركة بي إن سبورت القطرية باطل قانونيا دون الحاجة إلى حكم قضائي بموجب المادة رقم 20 من قانون الحماية للمنافسة. أعرب الجهاز في بيان له عن أسفه لتعنت شركة بي إن سبورت ورفضها لتنفيذ قراراته المتعلقة بإزالة المخالفات العديدة التي ارتكبها في حق المواطن المصري. نهاية موجز الأخبار، شكرا لكم وإلى ملتقى.